بكم إلى فقرة ترند، وبالتالي رح نتابع مجموعة قيمة من الأخبار التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أكثر خبر تناولته مواقع التواصل الاجتماعي وما زال قائما لغاية الآن موضوع وقضية الفنان محمد رمضان. محمد رمضان قام بعمل آخر وهو ما تسبب إلى مشكلة جدا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب جلوسه بكابينة الطيارة. محمد رمضان انتشر إلى مقطع مع كابتن اللي كان جالس بالطيارة، وهذا من المفترض أن لا يسمح بجلوس أي شخص غير فقط الكابتن ومساعد الكابتن بالطيارة، لأنه لا سمح الله ممكن أنه يسبب حادثة جدا كبيرة. على العموم هذا الخبر اللي انتشر بالآونة الأخيرة، بالتالي حجبت أو منعت وزارة الطيران المصرية من الطيار عدم قيادة للطيارة مرة أخرى أو عدم الطيران. مثل ما نلاحظ الآن هذه الصورة اللي موجودة، محمد رمضان وهو جالس بكابينة الطيارة وهو يتصور مع الكابتن. محمد رمضان بالآونة الأخيرة أثار جدلا جدا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع الفيديو التي يقوم بتنزيلها أو بنشرها، لكن في ظل المقاطعة الأخيرة اللي تم الحديث عنها، مقاطعة محمد رمضان وهو كان يحتفل بوصوله لما يقارب 2 مليار أو أكثر بنسبة مشاهدة على اليوتيوب، أي أنه كان يحتفل بقناته على اليوتيوب، وجاءت هذه القضية وأثار جدلا جدا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد رمضان بدأ يتفاخر بأمواله وبالأغاني التي يستعرضها في ظل أنه منع محمد رمضان بالآونة الأخيرة من الغناء بسبب إثارة جدلا جدا واسعا بسبب ألقابه الكثيرة، وبنفس الوقت دائما يشهر نفسه بالألقاب، مثلا على سبيل المثال أغنيته أنا الملك، وأيضا يستعرض سيارته الفخمة وأماكن جلوسه بالبيوت والفلل المترفة. محمد رمضان قضيته ما زالت مستمرة لغاية الآن وتثير جدلا واسعا. أكيد هنالك تفاصيل أكثر على قضية محمد رمضان، وبنفس الوقت صرح أنه سيدافع عن الكابتن الطيار اللي سبب له مشكلة جدا كبيرة، وقال أن شركة الطيران هي من سحبت منه الإجازة والرخصة وأنه سيجد له شركة أخرى. لكن بعد فترة أخرى أثير جدلا آخر بشأن المحامي الذي وضعه محمد رمضان، حيث أثار جدلا آخر بحسب قوله أن الكابتن طلب منه بعض من الأموال. هذه القضية ما زالت مستمرة تخص محمد رمضان. على العموم أكيد سنوافيكم بأخبار أخرى ومستجدات أخرى حول القضية. ننتقل إلى خبر آخر، وهذا الخبر يتحدث دائما عن أشياء إيجابية وجميلة جدا. من منا لا ينبهر بالشخصيات مثل باتمان، سبايدر مان وغيرها من الشخصيات الأخرى. سبايدر مان ها نحن نراه الآن، هو في مهمة بيئية فاجأ بها الكثير. هذا الخبر من أندونيسيا يتحدث، تداول به رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا هنالك شخصية أي ما يدعى بسبايدر مان يقوم بتنظيف الشوارع والشواطئ في أندونيسيا، وهو يشجع المواطنين على أن يحقق أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يساهمون بإزالة القمامة من مدينتهم. لماذا ارتدى سبايدر مان هذا الزي في ظل أنه هذا الشخص رودي، ما يدعى رودي تحديدا اسمه، حاول أن يقوم بهذه المهمة وهو يرتدي ملابس عادية مواطن عادي، لكنه لم يلفت أي انتباه ولم يجذب أي انتباه إلى أي أحد. فجاءت فكرة على أنه يرتدي زي سبايدر مان كما نراه الآن بهذه الصورة، وهو موجود بالقرب من الشواطئ والسواحل، يقوم بتنظيف هذه الشواطئ والسواحل وإزالة القمامة منهم. لكن بعدما تم اللقاء معه وسألوه لماذا ترتدي هذا الزي، قال كنت أرتدي زيا عاديا لكني لم ألفت الانتباه تماما، فقررت أن ألبس زي يجذب انتباه المرة بأكبر عدد ممكن. وبالتالي فعلا عندما رأوني الناس بهذا الزي قاموا بنفس الوقت بتقديم نفس المبادرة وأيضا
من أجل الحفاظ على البيئة. بالفعل كانت مبادرة جدا جميلة من سبايدر مان على الحفاظ على البيئة بطريقة جدا جميلة، لربما نقتدي بهذه الشخصية بأماكن أخرى وبعموم البلاد. هذه أيضا كان واحد من أبرز الأخبار التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نتحدث عن خبر آخر لشركة تحصد أيضا المئات من الدولارات، شركة نايك ودخولها لعالم جديد، حيث تطلق حذاء نايكي والذي أيضا شغل مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إطلاق هذه الشركة الأمريكية حذاء جديد، ووعدت الشركة بأن تجعله واقعيا عندما ظهرت فكرة لأول مرة في الجزء الثاني من فيلم العودة إلى المستقبل الذي ينتج عام 1989. يعود هذا الحذاء إلى أحدث نسخة من أحذية المستقبل الذي يمكنه تعديل وضعه على القدم للتضييق والاتساع، وذلك عبر الهواتف الذكية. وأطلقت شركة نايكي على الحذاء جديد اسم نايكي، وبالتالي أنه سيباع بمقاربة أو ما يقارب 53 دولار بالفترة القادمة، وبالتالي من سيستخدم هذا الحذاء هي لأصحاب كرة السلة. على العموم سنتحدث أيضا عن خبر آخر وصلنا له، سنتحدث عن فن الإبداع واتقان الرسم. هنالك الكثير من هواة الرسم ومحبين للرسم يحاولون أن يستغلون أبسط الأماكن على أن يبدوا بتقديم رسوماتهم. دعونا نتعرف على فنان روسي يحول السيارات المتسخة إلى لوحات فنية. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفنان روسي تضمنت صور مجموعة من أعماله الغريبة من خلال قيامه بالرسم على السيارات المتسخة. والفنان يحمل بطبعه فن مميز، لذلك نشاهد أعماله الموجودة على هذه السيارات الآن، وهو يستغل هذا الجانب من اتساخ السيارات باختيار رسومات معينة والرسم عليها. لكن لغاية الآن لم يتم التقاط هذا الشخص، هذا يعني الطريف بالموضوع أن الأشخاص لما يتوجهون لسيارتهم يرون مجموعة من المناظر الجميلة التي ترسم على زجاج هذه السيارات الآن التي نشاهدها. إذن مشاهدينا كانت هذه مجموعة من الأخبار التي لدينا لهذا اليوم من ترند. انتظرونا غدا أيضا بمجموعة قيمة من الأخبار، وهذه عودة إلى الزميل عيسى. شكرا جزيلا.